يهبط مساء مدينة موحسن في دير الزور بسكون بعد أيام من القصف العنيف، ذلك بعد خروجها من قبضة جيش الأسد. تتحرر المدينة بدماء أبنائها وتضحياتهم، تخرج دبابات الأسد، ليس لها إلا أن تترك بصمتها في شوارع موحسن وفي قلوب أبنائها ذكرياتهم وجراحهم. الكمية من أخواننا بالجالية السورية، الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية كاليفورنيا، لوس أنجلس على وجه التحديد، مجموعة أشخاص سوريين يحملون الجنسية الأمريكية قاموا بالتبرع بها من أموالهم الخاصة. نحب نشكرهم، وعلى وجه التحديد نشكر الأستاذ عمر الشماع. ينتفض سكان المدينة لمعانقة الحياة من جديد، يشكلون مجلسا محليا تنبثق عنه هيئة إغاثية تطلع بتنظيم وصول المساعدات الإغاثية وتوزيعها على مستحقيها بشكل بعيد عن الفوضى. يسر ذلك الواقع الجالية السورية في كاليفورنيا في الولايات المتحدة التي ترسل بدورها بعض المواد الغذائية لسكان المدينة. تتولى الهيئة الإغاثية في موحسن مسؤولية توزيعها على السكان. وها نحن الآن في حي من أحياء مدينة موحسن، حي الطابية، والأخوة الهيئة الإغاثية يقومون بتوزيع المساعدات على الفقراء والمتضررين. من وضع مأساوي يتطلب الكثير ويتطلب المزيد، خصوصا في هذه الأيام التي نعاني بها، نعاني فيها من نقص في كل المواد الغذائية، ليس فقط الطحين، ولكن نعتبر الطحين مادة أساسية. نشكرهم شكرا جزيلا. ساعد ويرسل أي مساعدة إنسانية من دواء وغذاء وطعام وخبز، ونتمنى أنه الفرن يشتغل والناس تأكل خبز، ويصل دواء المرضى السكر والأطفال، ويصل حليب، ويصل أدوية لكل المرضانين، وطعام وطحين وجميع المساعدات، والشكر لكل من يساهم. مثل موحسن بلدات كثيرة في دير الزور تخلصت أو تسير على طريق الخلاص من سطوة الأسد وجيشه وشبيحته. لا يترك سكان تلك المدن أو البلدات مدنهم وبلداتهم للفوضى، بل تسير بشكل منظم لتدور عجلة الحياة فيها من جديد. شبكة شام الإخبارية، دير الزور.